من 100 سنة كان هوارد كارتر عالم الآثار الإنجليزي على وشك إنه يرفع غطاء النعش لرؤية موميات الملك توت عنخ آمون لما قرر فجأة يغلق المقبرة ويرفع قضية على الحكومة المصرية. اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كان أعظم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث، لأنها المقبرة الوحيدة تقريباً اللي تم اكتشافها بالكامل لملك مصري حكم من أكتر من 3000 سنة، ولأن الكنوز اللي كانت موجودة فيها ما كانش ليها مثيل سواء في القيمة التاريخية أو الفنية. ومن وقت اكتشافها المثير في نوفمبر سنة 1922 وهي شغلة العالم كله، أخبارها في المنشطات الرئيسية في الصحف العالمية، أسرارها أثارت خيال الناس عن الكنز المدفون والباب المختوم وطبعاً البرديات والطلاسم واللعنة. وقت اكتشاف المقبرة الأقصر استقبلت آلاف الزوار من كل مكان في الدنيا، ملوك وأمراء، أثريين وصحفيين، وطبعاً مغامرين وفضوليين. كارتر كمان استقبل آلاف الرسائل من آلاف الأشخاص، منهم اللي كان بيطلب منه هدايا تذكارية من المقبرة ولو حتى شوية من حبات الرمل، ومنهم اللي كان بيحذره من نبش قبور الفراعنة وبيديله نصايح عن فك الطلاسم السحرية وطرد الأرواح الشريرة. أما بالنسبة للمصريين فالحكاية كان ليها أبعاد تانية خالص، لأن اكتشاف أثار حضارة عظيمة كان ليه معنى كبير قوي عند شعب بيناضل من أجل استقلاله، ولأن راعي الاكتشاف كان اللورد كارنرفان إنجليزي الجنسية، وكمان شريكه كارتر عالم الأثار كان برضو إنجليزي جنسية، بدأت المشاكل من بدري قوي، خصوصاً لما باع اللورد كارنرفان حقوق نشر أخبار المقبرة حصرية لصحيفة التايمز الإنجليزية، فاتحرمت الصحافة المصرية من دخول المقبرة أو تصوير محتوياتها، يعني يبقى الكنز كنزنا وفي أرضنا ونعرف أخباره من غيرنا. مش بس كده، ده في الوقت اللي كان بيترفض فيه طلبات المصريين لزيارة المقبرة كان اللورد كارنرفان وكارتر بيدخلوا اللي هم عايزين. بعد 4 شهور بس من الاكتشاف العظيم ده اتوفى اللورد كارنرفان وفاة مفاجأة وغامضة نتيجة لتسمم الدم من أصل لدغة ناموسة أصابته بعد دخوله غرفة الدفن في المقبرة، وبدأ العالم ينشغل من جديد بحكاية اللعنة اللي هتلاحق كل اللي هيدخل المقبرة. ومع ذلك استمرت الزيارات للمقبرة يوميا لدرجة كانت هتضر بسلامة المقبرة نفسها، وعشان كده قام مرقس حنا وزير الأشغال العمومية والمسؤول عن مصلحة الآثار في حكومة سعد زغلول وقتها بوضع نظام جديد للزيارات مضى عليه كارتر بنفسه. وبناء عليه رفض مرقس حنا في 13 فبراير سنة 1924 دخول 22 سيدة إنجليزية من أقارب مساعدي كارتر في غير الموعد المحدد للزيارة، واعتبرها كارتر إهانة كبرى، فأضرب عن العمل وأغلق المقبرة وبعت إنذار لسعد زغلول بيبلغه فيه إنه هيرفع قضية على الحكومة المصرية. وسعد طبعاً لا يمكن يقبل تهديد للحكومة، ففتحت وزارة الأشغال المقبرة وعملت احتفال كبير جداً دعت فيه الوزراء والمسؤولين وكمان المندوب السامي البريطاني. ومع تمسك كارتر بالإضراب قرر مجلس الوزراء إنه يلغي تصريح التنقيب اللي كان ممنوح ليه ولأرمرة كارنرفان، ونقلت الصحافة المصرية وقتها الأخبار على إن الملك توت عنخ آمون بينتقم لنفسه، ودعمت مرقس حنا بكل قوة، على عكس طبعاً الصحافة العالمية وخصوصاً الإنجليزية اللي اعتبرت تصرف الحكومة المصرية ضد العلم والعلماء، وشافت كمان إنه مجرد دليل على العداء للأوروبيين بصفة عامة والإنجليز بصفة خاصة، وكمان شافت إن الحكومة الوطنية المصرية بتستخدم سلطتها لمنع خروج الآثار من مصر. وده لأن كارتر قدام المحاكم مش بس كان بيطالب بتمكينه من استكمال عمله في المقبرة، لا ده كمان كان بيطالب بنص الآثار المكتشفة بموجب قانون القسمة. أيوة قسمة الآثار. قانون الآثار لسنة 1912 كان بيقول إن أي حد هيكتشف أثر منقول بطريقة التنقيب القانوني من حقه إنه ياخد نص الآثار المكتشفة أو نص قيمتها. وطبعاً استمر الموضوع في المحاكم بدون نتيجة، وفي الوقت نفسه عرضت الحكومة المصرية على أرمرة كارنرفان اتفاق جديد بشروط واضحة لا يقبل القسمة بأي حال من الأحوال ولا بخروج أي أثر من أثار المقبرة. ومع ذلك لم يسمح لكارتر بدخول المقبرة ولا استكمال عمله إلا بعد استقالة الحكومة بشكل كامل في 24 نوفمبر سنة 1924، لكن دي حكاية تانية خالص حصلت برضو من 100 سنة.